السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميع، والله يمسينا وياكم بالرضا والعافية من مطعم بالهمبار هالمكان الحلو مثل ما تشوفون برعاية السوق البلدي وبلد إكسبرس، ما قصروا وفروا لنا اللي تشوفونه قدامكم، وأيضا مستعدين يوفرون أكثر وأكثر، يستاهلون هالقطر وهاللي يتابعونا إن شاء الله. تعودنا الله يسلمكم كل يوم لنا طبق قطري أو عربي أو عالمي، اليوم طبقنا خلينا نقول شامي بطريقة شوي مبتكرة. تعودنا الله يسلمكم كل يوم يكون لنا ضيف مميز ونجم مميز، اليوم ضيفنا الله يسلمكم تعودنا عليه بنبرة صوته بترحيبه، نسمع صوته في الأعراس، نسمع صوته في الشيلات، نرحب بأخونا منصور بصبار بويمع، يا أهلا ومرحبا. مرحبتين. أتمد وشك زاين، والله نحبك يا تميم، من على وقت الأوائل، عصر قديم مستقيم. الله 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 صح، الله يا مرحبا يا مرحبا. ايش هالصوت الحلو بديت روح، الله يعطيك الصحة يجمل ايامك يا رب، الله يطول بعمرك يا ايبه، وبارك عليكم الشهر، يتبارك علينا عليك وعلى على على مشاهدينا عبر قناه الريان، يا هلا ومرحبا، مبارك عليكم الشهر، يتبارك علينا وعليك بويمعة. ولا تهون نقرب عشان الاضاءه، بس امورك طيبه. اول شيء قبل أن نسولف عن طبقنا، نبذه بسيطه عن اخونا منصور بصبار، شلون كانت بدايته؟ تفضل. طبعا بداياتي كانت عبر الفرق الشعبيه، أنا صراحة من بداياتي تولعت في الأغاني الشعبية، خاصة فنون البحر والخماري والسامري، وهالأغاني هاي كنت أحبها، والعرضات هاي صراحة أول بداياتي فيها، والفجري هذا هو الفنون كله البحر كله يمين مرة واحدة، يا عيني عليك. وعقبها الله يسلمك توجهت للغناء، الغناء الكلاسيك والغناء الشبابي والأوبريتات، يعني قدمت أغاني في الأوبريتات ما شاء الله، يعني في البداية مع سمعت تبارك الرحمن، مبدع عيني عليك باردة. اي والله نوجه تحية حق الأستاذ محمد المرزوقي، يستاهل بعد. يستاهل أبو عبد الله يرحمه، يستاهل. وهذه كانت بداياتي طبعا، وعقب انطلقت للجلسات والأغاني في 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 حفلات الزواج، بالإضافة إلى جلسات في التلفزيون من الكويت، والحمد لله الأمور كلها خالق التوفيق، خالق التوفيق يا أبو يمعة. طبعا ما بنشدك علومك مع الطباخ، لان العلم اللي وصلني ما شاء الله خلينا نقول لك باع طويل مجال الطبخ، علومك مع الطبخ الله يسلمك، ونتوكل على نشرح حق الساده المشاهدين مقادير. والله شوف انت الحين انت غيرت البرمجه كامله، يعني هاي الاشياء انا يمكن تناتيف عندك ما شاء الله. انا احب الطباخ، خبرك طباخنا احنا المشابيس المحمر المشهور الشعبيه الذباح. بالنسبه حق المقادير الموجوده عندنا مع اخونا الغالي اليوم بويمعه، بنسوي فناتك على قولتك، عندنا طماط صلصة اللي هو معجون الطماط، عندي الله يسلمكم البهارات السبع، عندي طماط مقصص شرايح، الفلفل خلينا نقول الأردني لأنه بدايته باردة ونهايته تكون تصلخ ما شاء الله، الفلفل الرومي مقطع لونين أصفر وأحمر، عندنا الملح، عندنا الثوم المقطع شرايح صغيرة، والبصل مثل ما تشوفون أصغر من كذي بعد ما فيه، وعندنا البقدونس والفلفل الأسود. الخلطة اللي بنسويها حق الكفتة، بنسوي كفتة بطريقة شامية مثل ما قلنا مبتكرة، الطماط البصل والفلفل الأخضر، واللحم هذا هو مفروم موجود عندنا جاهز. أطباق أخونا بويمعة اللي بيسويها سيزر سلط بس بطريقة شوي مبتكرة، عندنا البارميزان تشيز، عندنا الخبز المحمص، المايونيز، عندنا الثوم المشوي مع زيت زيتون وعصير الليمون، والخس موجود عندنا، مكعبات الزبدة أحتاجها شوي حق الحمسة عندي، الأوريغانو مع الروزمري، وعندنا صدور الدياي اللي بتبلهم أنا وبيمع الله يسلمكم بيشتغل على الدرسنج. توكلنا على الله، توكلنا على الله يا مرحبا. بس عاد الكفتة لا تصير حارة الحين، أف عليك براد الحمد لله، فلفل فلفل ما بي، تبشر من عيوني تبشر عيوني. تبشر يلا توكل على الله بويمع، ملتك عندك الله يسلمك، احنا شمشنا وقول لهم انت اللي بتسوي. انا حطيت اللحم الله يسلمكم، ربع ملعقة من البهارات السبع، هذه الله يسلمكم سر نكهة أهل الشام يحبونها، فلفل أسود رشة صغيرة، والملح شوي منه بعد، والبصل كله بهالكمية لأن بناخذ اللحم كله هذه زين، وحين نضيف القطع الثانية من اللحم. لاحظوا معاي المقادير كلها حطيناها مع بعض، الحين ثوم مهروس ما راح اخذ، او ثوم مقطع شرايح صغيره بحط، والبقدونس، تتبيله لحم خفيفه وحلوه، تبون تضيفون اصناف من عندكم، تبون تخلونها على عدالها براحتكم.
والفلفل البارد تقريبا بعد نص هالكمية بيعطينا طعم في اللحم وايد طيب. أبكي سنين وياك الله ليلي ونهاري. نحط من هالمايونيز الزين. يا عيني عليك تسلم يديك على قولتهم. هاي مالت الطيب يا حبيبي عقبها. إيه. وبنحط الثوم هذي المشوي مع زيت زيتون. اللحم وتبلناه. وبنحط عصرة لومي. يا عيني عليك. أنا بخليك أنت تقول مقاديرك ويمعة. شوية من الليمون عشان تضرب الحموضة. اي نعم. نويت على الملح والفلفل الأسود موجودين حذاي بعد. نويت أسيبك. الله الله. ستور دياي ما بنتبلهم شغلات وايد. الفلفل الأسود. نحط شوي بس زيت زيتون لأن أنا صراحة أحب الزيت زيتون. روح استمتع عفو عليك. يشوفون السادة المشاهدين. أخونا أبو يمعة قاعد يسوي الدريسنج وأنا قاعد أتبل هالدياي وبنبلش شوي له على طول. شوية ملح فلفل أسود تتبيلة بسيطة ملح وفلفل أسود والبهارات السبع. أتوقع أنها موجودة في كل بيت ومثل ما قلنا تنزلون أبليكيشن البلدي إكسبرس بتيكم المقادير مثل ما هي ليه عندكم تطبخون طبختكم وتدعو لنا أنا وأخوي أبو يمعة اليوم بالتوفيق. الحين نحط الخس. روح يا الخس. ايه على صوص يشرب شوي من هالخلطة. توكل على الله. لا ضبطنا اليوم محمد. حاضرين. انت اللي مضبطنا في ديت خشمك اليوم بيأيتك انت اللي مضبطنا. الله يسلمك. الله الله الله. ما تبي اذا بغيت تزيد الدرسنج يا مرحبا بعد. شكلها صارتك بتجهز قبلي اليوم بويمعة. ما في الحين انا ايش بسوي هالجذور تبلناها ببتدي اكور اللحم رشه زيت. وين الزيت؟ هذا هو الزيت. لا ما بنت... ما, بنت... ما ما تحتاج زياده. هذا هو في الطابي هذه رشه زيت صغيره. تبون تحطونه بالزبده تبون تحطونه بالزيت براحتكم. انا حطيت شويه زيت وباخذ من عند اخونا ابو يمعه مكعبات الزبده. تفضل. يلا تفضل. ايش رايك؟ سم وين عين لا تعلى على الحاجب. إذا وجد الماء بطل التيمم يقول لا لك لا وين ما نقدر عليك. الله يرحم لي والديك ويسلمك. نزلنا مكعبات زبدة لك فداية روحك يا يبا لين ما تحمى الزبدة حين دور الخبز شوي. الله الله. عقب نرش البارميزان. ايه. أنا شو بسوي لين ما ابتدي شوي بوي معنا. أحب طعم الفلفل لما يجي في الزيت. بنزل حبة هني وحبة هني. بعد حب كذي تقريبا اقطعهم بهالطريقة. الله. خل نعلي على درجة الحرارة. بوي معا شنو الطبق اللي تحبه في رمضان بشكل عام؟ الثريد. هذه لازم حتى لو ما اكل لازم اشوفه على السفرة. ياه. والله. الثريد. وعنصر اساسي في كل بيت. اهم شيء الثريد والجيموت. الجيمات لازم. أيوة انا نفس الحال الله يسلمك. اذا ما في الجيمات ازعل بيني وبينك. الثريد هو الطبق الاساسي. يا عيني عليك يا عيني عليك وجعل فيه العافيه. شوف والله يتقبل. شوفوا الخلطه شلون استوت. شوفوا شوفوا ابو يمعه شوفوا الابداع اللي ابو يمعه مسويه. الله الله. ايش في الزيت مو حمى كذي؟ ها بدا بدا يحمى. انا الكفته الله يسلمكم بكورها او عفوا كذي بسويها طواليه باليد. تبونها مكورة تبونها بالطريقة اللي تعجبكم. ايه ونزلهم حبة حبة هني تاخذ لون معاي. اكبر شرف واكبر فخر اكبر فخر اني ولد دولة قطر. احسنت احسنت. اي والله ان عيال اهل قطر. نعم. نبي شوية ملح وين؟ تامر. هذه الملاحة اللي فيك الخشبة البيضة هذه ها؟ اي نعم. وبيأيتها الحلوة ابو يمعة اطباقنا حلوة ان شاء الله. حلا دنياك. يرحم لي والديك. حلو حلو. تدري ابو يمعة انا ايش بسوي؟ احنا بما انه كذي
انا بس بحط الكفته بجيب الطابي عندك مال الكفته انت تقلب بها بس. وانا بشتغل على صدور الدجاج. ابشر تبشر بالجنه. انا احب ارجع احط كل شيء مكانه. يعني افداك انا عندي شغله ابو جاسم في المطبخ. ايوه ما احب اخلي شيء وراي. انا اول ما بديت عكسك على عداله اللي قدامي وانسى كل شيء. لا انا ما احب احنا اذا خلصت من هذه احطه بس اغسله وارده. يا عيني ما احب اخلي شيء وراي. والله ريحه اللحم بدات تظهر ابو يمعه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما بنسوي الكميه كلها بنخليها ادري حق الكادر بيقولون ليش ما سويت لنا اياها بنتفطر فيها. بس لك سؤال سم. بالنسبه للكفته ايوه الحين هذه اللي تي هاي كلها مقليه هالشكل ولا يشونها؟ البعض اذا كان شواي اطيب واحلى بالذات في هالخلطه اللي بنسويها. لو كانت شواي اوه لا يفوتك. الله اي نعم بس على القلاي مع الزبده تعطيه نكهه ثانيه. وردي الشحم اللي في بطن اللحم المفروم بيظهر الشحمه اللي فيه. سوي معلوي الله أيه. هذا الاكل اللي رب من الكروش. اي والله صادق هالمسلسل يا اخي اللي ما في بيت في الخليج الا ماله غنوات عنه. ما في صراحه. رحمه الله عليه عبد الحسين عبد الرضا وايضا الفنانين رحمه الله عليهم اللي معاه. يعني مو احنا صغار على ايام مدينه خليفه الله يسلمك. بيت يدي اذا يوم الخميس ما يعيد حلقاته بس يستانس. شوف هذه هو عندك درب الزلق درب عندك الاقدار وعندك فايز التوش. غانم صليطي نوجه له تحيه. ابو فيصل انا حبه. نوجه له تحيه. اي والله حتى اغاني ما نحس برمضان الا نشوف ابو فيصل. اي والله الفنان غانم صليطي يطبخ معه ترى. اي قالوا لي على مجموس الهامور عنده. الحين الله يسلمك بقلب لك هذه هني. عاد سامحني يدي فيها زيت انت بتمسك المقبل. ما عليه مو مشكله. حلو حلو واستمتع واخلط على راحتك. انا بتبل صدور الدياي. تبون تشوون صدور الدياي على الزبده والزيت انا بخلطهم يميع مع بعض. شوي من زيت الزيتون ما شاء الله الطاب يطبخ. مكعبات الزبده. ابو جاسم الحين الزيت زيتون قالوا لي ان اذا مثلا حطيته على النار ايوه تروح مزيته وخاصيته ذي السوالف. والله الكلام وايد. في ناس يقول لك في نوعيه زيت زيتون تي الله يسلمك حق طباخ. في ناس يقول لك لا مو بحق طباخ. في ناس يقول لك ففي عده انواع من زيت الزيتون. اللي يقول لك البكر تستخدمه حق سلطات ما له داعي تطبخ فيه. فانا ما يعني بيني وبينك ما اتداخل مع زيت زيتون وايد عشان اعرف انا ايش اللي ابي. اذا مو برشه دهنك طري تقند المخ ولا زيت نباتي هاي مشكلتي. يلاحظون الساده المشاهدين انا رفعت الطابي عن الضوء لان الطابي نسيته على النار وبخليه يطبخ هالمقادير كلها وزدت الزيت زيتون وزدت شوي من الزبده ما كنت ابي هالشيء عشان ابرد على الطابي. هذه حق تتبيله الدياي بضيف من عندي شويه ومنها يبرد على الطابي من الفلفل الرومي. لاحظوا مبعدها عن النار بخليها تاخذ لون كذي حلو. بسم الله وعلى بركه الله. كفتتك تقدر تقلب بها ان شاء الله. روح يا ابو يمعه من تحت. ها بسم الله. ها شوف ايوه اخذت لون وتقبضت. اوه احلى لون هذه لون ابي. الله من عبرت الصدر مكنونة الله من عبرت الصدر مكنونة لولا داري عليها باح مكنوني. باح مكنوني. الله لسانك. نحط الطماط نزله كل ابوه. هذا الطماط وحطيناه. الحين الله يسلمك تبي يتحركه بمقبض خشب وهذه الفلفل الرومي بعد يعطينا نكهه. احنا ننطر لين بعد قاعه الكفته تي بس يا عيني يقلبها. عليك يا عيني عليك. هذه مطفيه كفته العالم يسوونها مطفيه شنعد احنا سوينا اليوم مطفيه كفته. سلام. الله على الاسلوب. تغيرت الريحه وتغيرت النكهه. خلاص الحين شيء بتحبه ان شاء الله. اقلب ولا اخليه شوي؟ خمس دقائق الله يسلمك بعطيك معجون الطماط مع رشه ماي بعد ما اخليك تضيفه هني. ايش بسوي لك؟ بحط لك شوي من معجون الطماط. تقريبا نص علبه معجون طماط لان كميتنا مو بعوده ولا هي بشوي. حلو.
وهذه رشة ماي صغيرة. الله الله، حبيتوا تحطون شوية فلفل أسود وملح عليها براحتكم، لأن ردي ملحنا اللحم. الحين نخلط هالمكونات كلها يمين. بويمعة شو اللي تحب تطبخه من الأطباق؟ تروح على اللحم ولا السمك ولا الدياي أكثر؟ اللحم والسمك. اي دياي مو دياي أنا مو بصلاح معه، ما أدش فيه أبد كلش. حلو. وغير المشابيس مثلا سمك مشوي كشت مع الربع؟ سمك مشوي أسوي ال 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 السيباس بالفرن. الله الله، يلاحظون معنا السادة المشاهدين ضفت الثوم المقصص شرايح، وهذه ماي ومعجون طماطم. يا سلام بالنزلة هني. يا سلام بغيت ماي زيادة. حلاته خاثرة، حلات الصالونة خاثرة خاثرة، مثل ما قلنا طريقة شامية مبتكرة شوي، كفتة بالبندورة على قولتهم. ياه 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 ياه. حاضرين، شفتوا الإبداع؟ هذه اللي يسمونها الله الله الشخص هذا. لا يبا انت راعيها، انت راعيها في ديتك. لاحظوا معي الدياي خذ لون غامج بزياده، بس لا تحاتون هذه السواد اللي صار في قاع الطابي كان لاحظ. شوف بيعطينا نكهه اصلا اطيب. قربنا صدور الدياي مثل ما تشوفون، حركه حلوه كذي، وبنوطي على النار اقل درجه. تدري كذي تبارك الرحمن الكفتة لين ما تتسبك عندنا وتتشرب هالمروق اللي عليها، وهني عندك صدور الدياي. بعد الفاصل بتقطع عندنا وبتزين فوق السلطة. نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل ونسوي معاكم الشوربة اللي على كيف كيفكم. رجعنا لكم بعد الفاصل، سوالف ودردشه حلوه مع اخونا ابو يمعه. الله يبيض وجهك. وجهك ابيض. طبق حلو، والساده المشاهدين ان شاء الله اليوم بيستمتعون معانا ومع اخونا ان شاء الله. ان شاء الله ابو يمعه على الاطباق اللي تحضرت. الحين عندنا اللحم بدا يبقبق هني. انا الله يسلمك شو بسوي؟ بنزل شوي من شرايح الطماط اخليها تذبل على هالبقبقه. ابو جاسم ما تبي لي خبز ايراني؟ اي والله يبي له خبز ايراني. اي والله يبي له خبز ايراني. والبصل الاحمر اخليه يذبل في هالمرقه شوي كذي. خلصنا، حط حبتين شوي من ال تامر. تامر هذه واحدة. هاي أربعة. يلا أربعة. يلا زين زين. هذه زيت الزيتون عندك، رش الكمية اللي تبيها. احنا بنحط هالكمية ومعاها رشة زيت عادي، لأن زيت الزيتون أتوقع هذه مو مال قلايفة، من كذي يحترق معانا. بنحط عليه شوية زيت نباتي عشان الزيت ما يحترق معانا. تعرف لو عندي هذه الفرن هذه الكهرباء كان دمرت الدنيا. ما في، ضاعت ضاعت الدنيا عندك. عندك الله يسلمك. الحين اول شيء شوف نحط بصل. بصل ثوم عندك؟ طبعا نخلي شوي يحتر ولا عادي احطه؟ اتوقع انه احتر. تصدق روحه كذي كذي بيحتر. انا ايش بسوي؟ بقصص صدور الدياي بشكل طوالي. هذه قطعه، لاحظوا ما شاء الله شلون استوى معانا، والشواي مع ابو يمعه طلع الدياي على كيف كيفكم. قطعتين ثلاثه، احلى تشيكن سيزر سالاد بتسوونه طريقته بسيطه، والمقادير اللي عندكم في البيت. ابو يمعه اتمنى وانا اقطع الدياي كذي تسمعنا شيء. عذبتني الذكرى في الله، وقلت في نفسي اجيك. عذبتني الذكرى في، وقلت في نفسي يجيك، وانت تعرف ان قلبي يعاشقك ويموت فيك. الله. واظن سؤالك ليش 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 جيت، ما قدرت اقول ابيك. وقلت لك قلت لك مريت اسلم ويلا ما اطول عليك. مريت اسلم ويلا ما اطول عليك. وكني حطيت بصل وايد. لا بالعكس، انا مع الصوت الشجي هذه قلت خله يكمل. ما ابي كذي. زين كذي زين. الله يسلمك. انزين شيء من الفجري. آه
وحدي يا جاسي هبايم ذا الوقت وحدي ورابع الفخت حين سجعن وحدي الله يا عاذلي يا عاذلي كف لومك هلا خلني وحدي وحدي هذا هموم الدهر هذا علي اي والله يا يبا يا يبا صح الله لسانك حاس صوت اللي ناطرينه يا عيني سلام. عليك يا عيني عليك نحط شوي من الزبده ولا ما يحتاج ما يحتاج يا حبيبي الله يسلمك وقام يشوقر شوي يلا نزل المشروم خلي يطلع السوائل اللي فيه لا تنزل كل ابو الكميه ها شوف تدري يروح اي يعني خلينا نقول ربع الكميه بس اخلط واستمتع عنك ابو جاسم سم شو الاطباق اللي تحب تسويها اللي تحبها انت انا الله يسلمك اعوذ بالله من كلمه انا عندك اذا وصل عندي صافي الشمال وعيش شيلاني ودهن قطري وطماط مقلي على الجنب يا مال الزين يزين ايامك هذه خلاص ما في عندك الله يسلمك هالمشروم لاحظ ذبل وطلع الماي اللي فيه الحين عندك ملح فلفل اسود وبعدها الكريمه خلي الكريمه تتسبك على راحتها على قولتهم تعال احنا نسينا هالطاسه هذه الله يسلمكم ايش بنسوي فيها الروزماري الاوراق اللي فيها هذه بصبها هني شوي تعطي نكهه حلوه في هالخلطه اللي تشوفونها ونفس الشيء الثايمز كذي تسحبونها والأوراق كلها تنزل لاحظوا الله اللي هو الزعتر البري عود منه بعد وبعدنا بي شوي منه حق هالدياي الحلو طبعا اللي ما بيمعى يسوي الشوربة مالته تم بقيت عصرة ليمون بعد تعطيك طعم وملح الفلفل الأسود أنا بجهز السلطة السلطة شو بسوي بنجبها في هالملة عشان تتزين معانا على كيف كيفكم أنا شلت شوي من هذه عشان زين وجه السلطة. يعلم يابك الجنة. الخبز هالمحمص. إيه. نحط شوية. استمتع خذ راحتك. هذه خلصنا منه. سمع الصوت. إيه. السلطة كذي جهزت ايش بسوي بصف الدياي لين ما ابوي معه بعدين بيزينها بالخبز اللي سواه ما عندنا شيء هني ولا نصبها صب ايه بسم الله هذه القطع الزايده هذه خلصنا منهم بعد سلمك طول بعمرك هذه الشوربه مثل ما تشوفون ابوي معه حطاها الله يسلمكم وتبدأ تتبقبق عندنا من تشوفون الكريمة غلظت معاكم مثل ما قلنا طريقتها مبسطة وسهلة والكفتة جهزت عندنا أنا ببتدي نشاب الكفتة الحين طبقنا الأساسي جهز الله 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 البعض يحب يحطها في الفرن سلام. يرش فوقها جبنة الشيدر أو الجبنة اللي عندهم أنا سويتها بطريقة مبسطة عشان أمهاتنا وخواتنا والشباب اللي بيطبقون هالطبق سهل يكون عليهم يمكن انا وبيمعى قاعدين نشم الريحه البصل الثوم صراحة. الخلطه شلون جانست مع بعض بديتها تبلعم تصدق والله العظيم بديتها تبلعم عاد انا شو مسوي احنا في قطر اذا ما في خبز ولا عيش قلبنا ما يرتاح على قولة واحد من يدي رحمه الله عليه يقول يبا العيش دوه هالقطر الاول يقولون لك العيش دوه انا مجهز هالطاسه الصغيره يا سلام شوف التكنيك شلون صاير يعني زين تلاميذك تلاميذك وحبت هالكفته مع الصوص بحطها على الجنب حق اللي يضيفها هذه مع الصوص الله يسلمك ايش رايك تنشب شوربتك يا من يرد الحبيب وياخذ اجري اجري الله يفى بلا سبتن وربي حسيبه حسيبه صح الله لسانك يا ابوي معه ونسان. شوربة ريحتها طيبة حلقة طيبة من أخو سلام طيب سلام. ما قصر بيايته باقي عندنا البرميزان بعد إن شاء الله ما ننساه هذه البرميزان تشيز
يلا بيدك الطيبه. لا بيدي. روح 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 اكون حطيت بيدي. روح حطيت بيدي توكل على الله. هذه الخبز المقلي اللي بيكرمش عندنا السلطه على قولتنا. يا عيني عليك. تبي حبتين تحطهم على مله الشوربه؟ نوعهم كذي تحطهم عشان تكون شوربه كريمه، كريمه الفطر على كيف كيفهم. اخر هذه وبكذي الله يسلمكم. اليوم طبعا قبل ان ننهي الحلقه نشكر اخونا ابو يمعه على وقته الثمين اللي غطاه معانا. تستاهل يا حم الله والدي مجاسر. وما قصرت. اقرب ابو يمعه هني حياك يبا. بيض الله وجهك وما قصرت على هالجيه وهالجو الحلو اللي اعطيتنا وعطيت الساده المشاهدين. انت اللي يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك. وما قصرت واشكر قناه الريان على هالاستضافه الجميله وعلى هالفكره الصراحه الاجمل. ودنا بشغلات هذه لكن بمكان برا. مكان برا. ابشرك السنه الجايه عندي فكره بتكون حلوه ان شاء الله. أيه. حتى حق الساده المشاهدين بيستمتعون بر ويمع ربعي كلبوهم عندي ان شاء الله. بس هذا هو. الله يبيض وجهك. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك ما قصرتوا مره ثانيه وكل عام وانتم بخير. اللهم ونشكر الشيف الجميل. العفو. الله يعطيك العافيه ما قصرت على هالطباخ الجميل. هذه يدك الكريمه دشت فيها حبيب قلبي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يرحم لي والديكم. الساده المشاهدين عندنا تشيكن سيزر سلطه بيد اخونا ابو يمعه، الكفته ايضا بمشاركه اخوي ابو يمعه، العيش الشيلوني الكفته تسوونه بهالطريقه بسيطه، وخلصنا معاكم شوربه الفطر. وبشذي خلصت حلقتنا اليوم وفيه العافيه.